خرجنا اليوم ناشطين ومدنيين من أجل وقف الاقتتال بين الفصائل التي تعتبر ثورية أو تعتبر نفسها ثورية. اليوم قطعنا الطرقات ومنذ قليل وتم إطلاق النار علينا بصدورنا العارية كما تلاحظون الآن. الملثمون أمامنا الآن كما تلاحظون، هؤلاء ملثمون يطلقون النار على يطلقون النار على المدنيين. أريد أن اسمحوا لي أن ألتقي مع أحد النشطاء الإعلاميين الذين شاركوا في هذه المظاهرة من أجل فك الاشتباك بين الفصائل. حياكم الله. حياك الله. ممكن تحكي لنا اليوم شو صار؟ يعني من الساعة 10 تقريبا لحتى هي اللحظة الشباب المتظاهرين من كافة البلدات اليوم اتجهوا لنقطة الاشتباك. نحن هلا بنص نقطة الاشتباك بين جيش الإسلام وفيلق الرحمن. طبعا شهدت المنطقة رصاص أو سوء، صار شوية رصاص، فاتت دبابة بنص المتظاهرين، طلعت مثل ما شايفين هلا المتظاهرين كلهم عم يسكروا الطرقات بوجه أي أرتال عم تحاول تدخل. بكفي أكثر من 100 قتيل صاروا لليوم، صار من فوق ال 100 قتيل اليوم داخل الغوطة الشرقية امبارح الاقتتال بنفس التوقيت. السنة الماضية ب 28/4 صار اقتتال 2016، واليوم يعني 28/4/2017 صار نفس الاقتتال، اليوم هو الثاني. يعني برايك في تسليم منطقه ثانيه مثل ما تسلم القطاع الجنوبي؟ ما في. المره الماضيه يعني خلينا نحكي احنا بالمشرمحين، المره الماضيه قطاع جنوبي، اليوم الاحياء الشرقيه. انا بظن هلا اذا انسحبوا السوار من الاحياء الشرقيه هلا بيتصالحوا وكفى الله المؤمنين شر القتال. الله يعطيك العافيه. كلها تمثيليه كما تلاحظون الان حاله غضب بين المدنيين، وهؤلاء الملثمون الان ربما سوف يطلقون النار بعد قليل. طبعا منذ قليل احدى المجموعات التابعه لاحدى الفصائل انضمت الى المتظاهرين من اجل حمايه المظاهره، لكن بالمقابل اختلقت احدى الدبابات المتظاهرين وتم اطلاق النار من القناصين التابعين للفصائل التي تعتبر نفسها ثوريه.